اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من اخبار نت، استعدوا فيها لرحله سريعه وممتعه عبر عالم الانترنت الشيق. هنشوف مع بعض بعض الاخبار المتنوعه من بعض المواقع الالكترونيه وكمان بعض الصور المتداوله على الفيسبوك وبعض تغريدات المشاهير وقاده الراي على تويتر وبعض الفيديوهات المثيره والشيقه من موقع يوتيوب. نبدا باهم عناوين اخبارنا في هذه الحلقه وهي كالتالي: في مصر ارض زراعيه تطرح بطاطس وطماطم في وقت واحد. صبي اختفى في تجويف عجلة طائرة في رحلة عبر المحيط ووصل سالما. وأقل نسبة طلاق في العالم في ماليزيا. تفاصيل هذه الأخبار وأكثر هتشوفوها معنا ولكن بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. اول اخبارنا من مصر وخبر مثير للدهشه بيتعلق بمفاجاه لصاحب ارض اسمه ياسر حنفي. هذا الشاب وجد بعد ما زرع بذور بطاطس ان البذور انتجت بطاطس وطماطم في نبته واحده. الدهشة انتابته إزاء هذه المفاجأة، وبالتالي توجه إلى مختصين عقبوا على هذا الأمر ووجدوا أن هذا الاكتشاف ربما يقود إلى ثورة في إنتاج المحاصيل الزراعية في مصر، أنه بيوفر أكثر من 50% من الأراضي المزروعة بالطماطم في مصر، وبالتالي بيوفر مساحات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية زي القمح. أستاذ قسم المحاصيل في كلية الزراعة بجامعة عين شمس رمضان ثابت عبد ربه قال أن ما اكتشفه ياسر حنفي ليس جديد، وأنه الجديد أنه ظهر في مصر لأول مرة، لكنه ليس جديد في العالم انه ينتج عن بذور ثمار بطاطس وطماطم في وقت واحد. وقال ان هذه البذور مستورده من الخارج، واشار ان المانيا بتعرف هذا النوع من البذور منذ سبعينيات القرن الماضي. ولما سالوه على عدم استخدام هذه البذور على نطاق واسع في مصر قال ان الامر ربما يكون مجرد كسل. الأعمار بيد الله فعلا. صبي عنده 16 سنة اختفى داخل تجويف عجلة طائرة وطار فوق المحيط الهادئ من كاليفورنيا في الولايات المتحدة لهاواي ووصل بالسلامة الحمد لله بدون أي إصابات أو مخاطر. طبعا العاملين في الشركة عثروا على الصبي عقب هبوط الرحلة الجوية رقم 45 في مطار ماوي قادمة من مطار سان هوسيه بكاليفورنيا، وبادروا بإخطار سلطات الأمن في المطار. الشركة قالت إن مكتب التحقيقات الاتحادي أكد إن الصبي سافر من مطار هان هوسيه إلى مطار ماوي مختبئ في تجويف عجلة الطائرة خلال الرحلة استغرقت أكثر من 5 ساعات، وكانوا مستغربين في إن إزاي هذا الصبي نجح في البقاء على قيد الحياة على ارتفاع عشرات الآلاف من الأقدام عبر مسار الرحلة الذي يمر فوق المحيط الهادئ، لكن طبعا الأمر لم يمر بسلام رغم سلامة الصبي، لأنه هناك تحقيقات في هذه الواقعة بتقوم بها شركة الطيران مع الجهات الحكومية. نصيحة لكل الأزواج اللي بيعانوا من توترات ومشاكل زوجية في حياتهم ممكن توصل لحد طلاق، إن هم يقوموا برحلة إلى ماليزيا علشان يتعلموا هناك التجربة الفريدة اللي نجحت ماليزيا في تطبيقها وجعلتها أقل دول العالم انخفاضا في معدلات الطلاق، انخفاضا من 32% ل 7% فقط. تعالوا نشوف ايه اسباب ده وايه حكايه هذا الموضوع. الموضوع بيرجع لتجربه رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد اللي بيلقب بانه قائد نهضه ماليزيا الحديثه، ان هو لما تولى رئاسه الوزراء هناك وجد ان نسبه الطلاق مرتفعه جدا، وكان على وعي بان هذه النسبه المرتفعه بتعوق طموحات بلاده في التطور ولها تاثير سلبي في مستقبل ماليزيا بين النمور الآسيوية. الحقيقة مهاتير محمد فكر في تجربة لتقليل معدلات الطلاق وعلاج هذه المشكلة، ووجد أنه يجب استحداث علاج هو اسمه رخصة الزواج. بموجب هذه الرخصة ألزم كل من يرغب في الزواج من الجنسين بأنهم يخضعوا لدورات تدريبية متخصصة بيتعلموا فيها إزاي يتعاملوا مع شريك حياتهم، إزاي يتصرفوا في حال مواجهتهم لمشاكل صغيرة في حياتهم الزوجية وعدم
تم تضخيمها إلى حد الانفصال والطلاق، وانخفضت نسبة الطلاق في ماليزيا بالفعل إلى 7%، وتعتبر اليوم من أقل دول العالم في نسبة الطلاق. نروح لخبر تاني، خبر بيتعلق بأضخم أرنب في العالم، وزنه 22 كيلو جرام. إيه قصة هذا الأرنب؟ الحقيقة إن هذا الأرنب اسمه داريوس، وهو بيبلغ طوله 130 سنتيمتر، وشهيته بتستوعب 12 جزرة في اليوم، بالإضافة لأصناف إضافية من الخضروات والفاكهة. الأرنب عمره 5 سنوات، ودخل موسوعة جينيس الأرقام القياسية، وحصل على لقب أضخم أرنب في العالم رسميا حسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية. مالكة داريوس قالت أنه بيكلفها 2500 جنيه استرليني سنويا لتغطية نفقات المأكولات فقط، وقالت أنه بيتسم بنهم شديد تجاه أصناف الطعام المختلفة، ورغم كده ويتمتع بنشاط وحيوية وحب للحركة على مدار اليوم. احترسوا من الميلامين، نصيحة طبية وجهها الأطباء والعلماء لمن يستخدمون الميلامين حتى الآن كمادة في خام للأطباق اللي بناكل فيها. الدراسة الجديدة قالت أن مادة الميلامين الموجودة في بعض الأطباق بتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، وده جي على موقع لايف ساينس الأمريكي، وذكر الباحثين في جامعة كاوسيونج في تايوان أنهم أجروا دراسة على 12 رجل وامرأة تناولوا حساء المكرونة الساخن في قصعة مصنوعة من الميلامين، وجمعت عينات من بول المشاركين خلال 12 ساعة بعد تناول الحساء. بعد 3 أسابيع تناول المشاركون النوع نفسه من الحساء أو الشوربة، لكن في أنواع مختلفة من الأصعات أو الأطباق، وجمعت بعدها عينات من البول أيضا. تبين أن مستوى الميلامين في البول خلال 12 ساعة من اللي تناولوا الشوربة في أصعة من الميلامين وصل ل 8.35 ميكروغرام، لكن عند المجموعة الثانية اللي تناولت الشوربة في أطباق أخرى كان 1.3 ميكروغرام فقط. وبالتالي بيقول علماء أن دخول الميلامين إلى الجسم يمكن أن يتسبب في حصوات الكلى، أو ربما يتلف الكلى، أو يتسبب في إصابتها بالسرطان. نروح الهند اللي دايما بتدهشنا بأخبار طريفة وغريبة ومثيرة للدهشة. طبعا آخر الأخبار في هذا الأمر هو أن رجل أعمال هندي اضطر أنه يبتلع 12 سبيكة ذهبية علشان يهرب من الجمرك بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية اللي فرضتها الهند مؤخرا على تهريب الذهب. طبعا الجراحين والأطباء قالوا ان هم استخرجوا 12 سبيكة ذهبية من معدة رجل الأعمال البالغ من العمر 63 عام بعد ما ذهب للمستشفى بيشكو من التقيؤ وصعوبة التبرز، واضطروا ان هم يقول لهم انه ابتلع غطاء زجاجي اثناء شجاره مع زوجته. لكن طبعا بعد الكشف عليه الأطباء وجدوا السبائك الذهبية في معدته، واضطروا انه يجروا عملية لانتزاعها، وطبعا الشرطة وسلطات الجمارك استجوبت الرجل وصدرت السبائك الذهبية. الهند بتشهد ارتفاع قياسي في تهريب الذهب بعد ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات من الذهب للحد من العجز في الحساب الجاري، وهي طبعا أكبر مستهلك للذهب في العالم كما هو معروف. نروح لفقرة أخرى، فقرة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، ولكن بعد الفاصل. طبعا من أبرز الصور المتداولة على الفيسبوك مؤخرا هي صورة لجمال الطبيعة من صحراء ناميبيا. إزاي قد إيه الشط هناك بيتميز بجمال فريد من نوعه. تعالوا نشوف مع بعض ونركز في تفاصيل الصورة، إزاي مياه المحيط الأطلسي بتلتقي مع صحراء ناميبيا بهذا الشكل. صورة تانية من جمال الطبيعة وإبداعات ربنا سبحانه وتعالى في خلقه، صورة لطائر اسمه القطيش، وطبعا زي ما احنا شايفين بيتميز بمنقار أزرق وقدم كبيرة زرقاء. الطائر ده أحد أغرب طيور العالم، وبيعيش في جزر اسمها جزر جالاباغوس.
تعالوا نروح لتايلاند ونشوف قد ايه هم بيحبوا الطبيعه والزهور والحدائق والاشجار، لدرجه ان هم ممكن ان هم يكسوا المنازل كلها زي ما احنا شايفين بالاشجار والزهور من مختلف الالوان فوق الاسطح وعلى الواجهات المختلفه. طبعا هذه الصوره اثارت تعليقات كثيره من النشطاء وقالوا تشبه كثيرا بلاد النوبه، ونشط اخر بيقول ما شاء الله المفروض دول ما يعرفوش الاكتئاب ولا ضيق النفس. صورة تانية من جمال مخلوقات الطبيعة أو غرائب مخلوقات الطبيعة، صورة لحشرة اسمها جندب الورقة الكاذبة، هي اسمها كده، هي بتمتلك طبعا خاصية التمويه والاختفاء بين الأشجار والنباتات بسبب زي ما احنا شايفين ان هي شكلها أصلا عبارة عن ورقة شجر وبتتخذ أشكال مختلفة وألوان مختلفة للبيئة المحيطة بها. آخر صورة معانا من عالم الفيسبوك هي صورة لأفعى عملاقة بيصل طولها لخمس أمتار وبتلتهم 10 دجاجات كل أسبوع زي ما احنا شايفين الضخامة، لكن الغريب إن هذا الطفل البريء الصغير اللي راقد على ظهر هذه الأفعى في منتهى الاسترخاء والاطمئنان، وده طبعا ليه قصة إن هذه الأفعى هي صديقة لهذا الطفل الصغير ومتربية معاه في المنزل منذ مولده، وبالتالي فالعلاقة بينهم علاقة صداقة حميمة. تعالوا نروح لموقع آخر للتواصل، موقع تويتر، ونشوف التغريدات لأبرز المشاهير وقادة الرأي خلال الأسبوع الماضي. في تغريدة للإعلامي يوسف الحسيني بيقول فيها: علينا تحويل الطبقات المتراكمة تحت خط الفقر من البطالة إلى طبقات ناشطة لها من القيم المضافة ما يجعلها تحظى باحترامها الذاتي. الفنان عمرو سلامة كتب بيقول في حسابه على تويتر: المذهل في تاريخ البشرية إن القوة مع الأغلبية الكسولة لبعض الوقت، لكن الأقلية الناشطة تنتصر ولو بعد وقت. رجل الأعمال نجيب سويرس كتب بيقول: من يملك أن يبني عمارة ويستخسر تبييضها ويؤذي الأعين لا يجب أن نوصل له المرافق إلا بعد دهنها. نختتم تغريداتنا بتغريدة للداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد بيقول فيها: قبل ما تدور على شريك الحياة المناسب خليك حريص في الأول إنك تكون أنت كمان شخص مناسب. بعد الفاصل فقرة الفيديوهات، خليكم معنا. أهلا بكم من جديد. الفيديو اللي معانا دلوقتي شاهدوا حوالي 700,000 شخص حتى وقت تسجيل هذه الحلقة، وطبعا ده لشدة الإثارة والمتعة والتشويق اللي موجودة في هذا الفيديو، لأنه بيوضح قد إيه إحساس المغامرة لشخصين من فرنسا، مغامرين فرنسيين قاموا بالقفز من قمة برج خليفة في دبي. الكاميرا تابعتهم أثناء رحلة القفز وسجلت لنا هذه اللحظات الفارقة، تعالوا نشوفها مع بعض. طبعا هي لحظات مسجلة وموثقة بالكاميرا بترصد لحظات معينة في رحلة القفز منذ مطلع الفجر وزي ما شفنا قرص الشمس وحتى الصباح، وبالتأكيد هي كانت تجربة مثيرة ومشوقة لهذين المغامرين اللي قاموا بهذه المغامرة الفريدة. بكده بنكون وصلنا لهذه هذه الحلقة من أخبار ناتب، نرجو أنها تكون نالت إعجابكم في كل فقراتها، وبنذكركم بروابط التواصل الخاصة بينا على الإنترنت واللي من خلالها بيساعدنا أن احنا نستقبل مشاركاتكم المختلفة.
أشكركم على حسن المتابعة وأشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة أخرى مقبلة من أخبار نت ومجموعة أخرى من الفقرات المتنوعة والجديدة. إلى اللقاء.